طبعا من ناحيه الوزن او الجرام حق الايباد حقيقه في فرق ملحوظ ما بين الايباد 1 او ما بين الايباد 2 عفوا وما بين النيو ايباد. يعني صراحه لما الواحد بيمسك الايباد النيو ايباد بيلاحظ فرق من ناحيه الجرامات او بالوزن والايباد 2، يعني في ملحوظ في شيء ملحوظ بالثقل. فمساله الوزن عندك هنا 652 جرام في النيو ايباد، لكن في الايباد 2 في النسخه 3G اللي هي النسخه عفوا في النسخه الواي فاي عندك 601 جرام، لكن في النسخه اللي هي عباره عن ال 3G اللي هو بيوصل لغايه 613 جرام، هنا 652 جرام في النيو ايباد 652 جرام. البعض يقول مش ذاك الجرامات الملحوظه او الفرق الكبير، يعني الفرق بسيط يعني يكاد لا يذكر. بس من ناحيه الوزن او من ناحيه الحجم لما تحمل في فرق صراحه، يعني انا كشخص مقرب يعني انا ملاحظ فرق كبير جدا بينتهم. هذا الشيء. المعالج اللي اجى مزود في الايباد الجديد، عندك معالج A5X، في الايباد 2 معالج A5، لكن هنا معالج A5X. في الايباد 1 معالج A4. طبعا صراحة يعني ابل اعادت صياغة الاجهزة اللوحية من جديد، يعني الجهاز اللي غير العالم في 2010 اول ما ابتكرته ابل وغير العالم في 2010 استطاع انه يغير العالم مرة ثانية في 2012 بمواصفات جديدة. يعني كل ما الشركات تحاول تقوم وتلاقي له يعني موطن قدم في منافسة ابل، يعني ابل صراحة تعطيها ضربة قاضية. تم تحسين اداء الجرافيكس، عندك 4 كور او 4 كواد او عندك كواد من المعالجات، يعني 4 انوية شغالة في الجرافيكس واثنين انوية شغالة في العادي. بمعنى انه اداء الايباد او ذا نيو ايباد اداؤه افضل من اداء معالجات التيجرا 3 اللي بيستخدم في اجهزة سامسونج وفي اجهزة اسر. نشوف الفرق، يعني لو شغلنا هنا لعبة وهنا لعبة، خلي الزوم من بعيد حتى يشوف الفرق. بنعمل الجهازين ظاهرين صح؟ بنشغل لعبتين في وقت واحد وشوفوا مسألة التشغيل. شوفوا يا شباب، نشوف هذا طبعا ذا نيو ايباد وهذا الايباد 2. لاحظ ذا نيو ايباد اشتغل، الايباد 2 بدا وقت ايش؟ متاخر. الفرق ايش؟ الفرق انه تحسين الاداء في الجرافيكس. طبعا شباب كمان بنتكلم على حاجه جديده ميزات ايش؟ ذا نيو ايباد، هي الكاميرا. بعض الاخفاق وخيبات الامل صراحه اللي اصبت فيها مع الايباد 2 اللي هو التصوير بشكل رديء جدا. طبعا الايباد 1 يعني مش مزود بكاميرا، لا كاميرا اماميه ولا خلفيه، لكن الايباد 2 اصبت صراحه باخفاق كبير، يعني حتى وصل لدرجه اني ارسلت يعني رساله لابل انتقاد على اداء الكاميرا. الشيء اللي حسنته ابل في الايباد الجديد او في النيو ايباد اللي هو موضوع الكاميرا، صارت الكاميرا 5 ميجا بكسل و180 يعني عفوا 5 ميجا بكسل فول اتش دي و180 بكسل اضافه الى 30 فريم في الثانيه، يعني عنده قدره تصور 30 فريم في الثانيه بالنسبه للفيديو. طيب مش بس كذا، كمان عنده ميزه اللي هو الفيس ديتكشن، بمعنى انا لو احط الكاميرا يعني اصور عليه اي شخص فبيعمل عليه ايش؟ مربع، بيتعرف على الوجه مباشره. هذا الشيء. الشيء الثاني اللي هو فوكس، اللي هو يعني تاب تو فوكس. مثال اذا انا شيء عمل تركيز على ايكون محدد من هنا، مجرد ما انقر اذا بتلاحظوا عمل لي ايش؟ فوكسنج. نعمل ثاني مره نقرب، شوف اذا بتلاحظ بيعمل لك مربع فيعمل لي تركيز على الايكون اللي انا ناقل عليها. اوكي هذا الشيء. والشيء الثالث اللي هو ما يسمى بال قلنا الفيس ديتكشن ولا تاب تو فوكس، اضافه الى ايش؟ الاوتو ديتكشن. يعني لو عندي يعني قادر يميز يعني الوجوه يعني البشر يعني الانسان، يعني لو في مجموعه اشخاص ممكن يعمل لي 3-4 مربعات على وجوه دون الاشخاص. هذا كان على صعيد الكاميرا. طيب بعد الكاميرا بنتكلم على شيء مهم اللي هو مساله ايش؟ يعني نظام التشغيل. الايباد الجديد اجى مزود بنظام تشغيل اللي هو 5.1، وهو اخر نظام تشغيل يعني طورته شركه ابل حتى اللحظه.
إذا بتلاحظوا كلمة فيرجن مكتوب 5.1 وعبارة عن آخر نظام تشغيل، يعني إلى حد الآن، إلى حد تسجيل هذا الفيديو، إلى حد هذه اللحظة هو آخر نظام تشغيل. يعني نحن نتكلم على 21/4/2012 الساعة 9:15، إلى حد هذا الوقت آخر نظام تشغيل هو 5.1، ما فيش أي نظام بعده. طيب النظام هذا أجا نحن في مجموعة، يعني له مجموعة من المميزات مثل إيش؟ أول حاجة رفع سقف التصفح في الإنترنت من 20 ميجا إلى 50 ميجا، يعني قفزة كبيرة جدا. بمعنى هذا الشيء إيش يدل؟ يدل إنه التصفح في the new iPad أفضل من التصفح في الآيباد 2، أفضل من التصفح في الآيباد 1، أفضل منهم بكثير. هذه نقطة واحد. النقطة رقم 2، أضافت لنا ميزة اللي هي ميزة ما تسمى بالبرسونال هوت سبوت، اللي هو أنت قادر تشارك الإنترنت مع 5 أجهزة كمبيوتر أخرى، يعني قادر من الآيباد تبعك قادر تشارك الإنترنت مع 5 أجهزة كمبيوتر أخرى أو 5 أجهزة لوحية تانية. هذه الميزة لم تكن متوفرة في الآيباد 2 أو في الآيباد 1. شيء الشيء الأخير اللي يعني كمان يعني أبل ركزت عليه، إنه أعادت بناء النظام أو صياغة النظام برمجيا من جديد حتى يوافق الناش وضوح الرتنة أو ما أو يعني دقة الرتنة بشكل كبير جدا. طيب بالنسبة للبطارية، يعني صراحة يعني متوقع لها يعني من أبل، صراحة 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 وبكل فخر نقدر نقول إنه the new iPad رغم استهلاكه للطاقة ورغم احتياج المعالج الذي يحتوي على 4 كور للجرافيكس و2 كور للعادي، احتياجه للطاقة بشكل ملح جدا وبشكل كبير جدا واحتياج شاشة الرتنا، إلا أنها استطاعت أن تحافظ على نسبة عدد الساعات الموجودة في الآيباد 2. بمعنى أنا إذا استخدم هنا 10 ساعات من عملية الضغط، يعني من استخدام وايرلس، من استخدام ألعاب، ومن يعني 10 ساعات من ضغط العمل وايرلس، إضافة إلى ألعاب، إضافة إلى تصفح إنترنت، إضافة إلى إيميل، براوزينج، تصوير، حاجات زي كده، فيشتغل لمدة 10 ساعات، يعني قدرت تحافظ على مقدار الطاقة وعلى مقدار الكهرباء. رغم أنه في انتقاد صراحة لأبل أنه في سخونة، يعني في سخونة ملحوظة على the new iPad خاصة في الجزء ده، هذا الجزء اللي توجد فيه بالسخونة، الجزء الأسفل الموجود في الجانب الأيمن، يعني الجانب الأيمن من الجزء السفلي في توجد سخونة ملحوظة، يعني ونتمنى أنه أبل تعالجه في أسرع وقت ممكن مع نظام التشغيل الجديد اللي بيصدر قريب إن شاء الله. طيب حقيقة في كثير من الأمور يعني عجبتنا في الآيباد الجديد، وفي كثير من الأمور ما عجبتناش. إيش الأمور اللي عجبت؟ شيء طبيعي بالأخير، كل واحد يعني له رأي يعني شخصي وآراء الأشخاص يعني تختلف. هذا كلام موجه للمتعصبين جدا اتجاه أندرويد واتجاه أبل، يعني في أشخاص متعصبين للغاية. فنحن شباب يعني كل واحد يعني يمدح الجهاز ويختار الجهاز اللي بيناسبه. يعني صراحة أنا من وجهة نظري يعني كخيار أولي بقول أبل لا يعلى عليه. كخيار تاني بأتكلم يعني على مليون جهاز من أندرويد، بس أنا بأخص سامسونج، بقول سامسونج بعد أبل. يعني كخيار تاني اللي يعاني مشكلة من الميزانية وأمور زي كده، ممكن أنا سامسونج تفي بالغرض كجهاز، كنظام تشغيل متحفظ، يعني طبعا لا حد لا متحفظ كنظام تشغيل، ممكن نعمل فيديو على العيوب والأضرار تاني. طيب شباب، الشيء اللي عجبنا في الآيباد الجديد أو the new iPad كمان شباب حتى لا أكون قد أغفلت، في ميزة نزلت مع نظام التشغيل هي ميزة الإملاء. طبعا لأنه الآن الجهاز مش متصل في الإنترنت، بس أول ما يتصل الجهاز في الإنترنت بيطلع هنا مايكروفون أشبه بخدمة سيري الموجودة في الآيفون 4S. فأنا لو بنطق بضغط على الزرار وبنطق بقول له مثلا جوجل أو بنطق مثلا أي برنامج، فهو بيعمل لي عملية داونلود مباشرة. يعني أنا لو أخفي عليكم دي البرامج اللي تشوفوها الآن قدامكم أنا حملتها عن طريق إعطاء أمر صوتي فقط. يعني أنا أعطيت أمر صوتي إنه أشتري برنامج الياهو ماسنجر أو أشتري لعبة الأنجري بيردز أو أشتري جوجل أو أشتري دروب بوكس أو فايند ماي آيفون، فهو يوجد لي البرنامج وأنا مجرد أنقر مسألة الداونلود، أنقر زر خيار داونلود وتحمل، يعني أصبح مرن للغاية. من الأمور اللي عجبتنا في الآيباد حتى لا يعني لا نطيل عليكم هي مسألة الشاشة الخرافية. أول شيء شاشة الرتنا، شاشة يعني بكثافة 264 بي بي آي بيكسل بر إنش،
و1536 في 2048 بالنسبة للشاشة. أداء الكاميرا ممتاز جدا، فول اتش دي 5 ميجا بكسل، أداء يعني جدا مرضي جدا مرضي جدا مرضي أداء الكاميرا. أداء عالي بالنسبة للسرعة للعمل للبرامج، يعني والله أنا لو بستخدم أجهزة لوحية أنا كنت أملك جهاز جالاكسي تاب، يعني ولحسن حظي أننا تخلصنا بأسرع وقت ممكن، فأنا ممكن أعمل من الركن للركن زي ما تشوفوا أمرر بصبعي حتى أقلب الصفحة. لكن يا جماعة أنت لو تستخدم أبل من الطرف، أنا ده تلاحظوا الآن لو تجيب الكاميرا بس لهنا ما بعمل شدي، بس بعمل شيء بسيط جدا، أنا من طرف الشاشة أقلب، يعني ما أحتاج أن أنا أفتح شيء. فليكسيبيليتي مرونة كبيرة جدا في التاتش والمالتي تاتش، يعني مسألة كمان المرونة، يعني هذه الأمور مش موجودة في أندرويد. يعني أنا ما أحتاج أن أنا أستخدم الزر الهوم هذا الرئيسي، يعني لو شير على الواجهة الرئيسية ممكن بالخمس الأصابع أنقر عليه طلعت أشياء أرفع البرنامج طلع كده، كمان أشياء أرفع كده، أشياء أتنقل ما بين البرامج مثلا، إذا أشياء أتنقل ما بين البرامج ممكن أفعل كده، يعني في مرونة جدا كبيرة. إذا بتلاحظوا شباب في مرونة جدا كبيرة بالآيباد في التنقل في الملمس في كل شيء. طيب قلنا من الأمور اللي عجبتنا في الآيباد الجديد اللي هي مسألة الشاشة ومسألة الكاميرا، إضافة إلى ميزة الإملاء الخيالية اللي سهلت كثير من الأمور يعني في اللغة الإنجليزية، والميزة متعبة جدا أو مش مدعومة بالخالص في اللغة العربية، يعني مش مدعومة إطلاقا في اللغة العربية. من الأمور اللي صراحة ما عجبتناش وكمان أرسلت في مسألة تقييم الجهاز لأبل، لا زالت الكاميرا إلى حد الآن ما في لاش فلاش، يعني يفترض ان الكاميرا بوضوح عالي بدقة عالية مثل 5 ميجا بكسل وفول اتش دي لازم تحتاج الى فلاش شرط. الشيء الثاني انه مسألة المنافذ الخارجية، يعني طبعا الايباد ما يحتويش على منافذ الا منفذ الشحن اضافة الى منفذ السماعة، يعني انا اشوف من وجهة نظر انه رغم انه تم تحسين السماعات او مسألة البرودكاستينج، يعني الصوت في ذا نيو ايباد افضل من الصوت في الاصدارات السابقة، الا انه انا افضل انه يعني يحتاج سماعة ثانية تكون في الجانب الاخر حتى يكون صوت الايباد اكثر نقاوة واكثر وضوح، يعني بشكل قوي جدا يفضل هذا الشيء. طيب قلنا الامور اللي عجبتنا هي عبارة عن الشاشة، عبارة عن المعالج، عبارة عن الكاميرا، اداء عالي. الامر ما عجبتناش انه الكاميرا ما لاش فلاش، اضافة الى انه الصوت الى حد الان يعني مقبول نوعا ما، رغم يعني رغم التقنيات مسألة يعني البرودكاستنج في الصوت تم تعديله بشكل كبير. إضافة إلى شيء آخر هي مسألة السخونة، في سخونة ملحوظة قلنا في الربع الأسفل أو في الجانب الأيمن الأسفل من الآيباد، في سخونة ملحوظة جدا، واتمنى أن السخونة هذه يعني أبل تعالجها في أسرع وقت ممكن مع أول نظام تشغيل. إلى هنا تقريبا خلصنا التشغيل وطيب الله أوقاتكم، شكرا.